خلافات الكاتب وحيد حامد والفنان عادل إمام اللي وصلت لحد الاتهام بالسرقة. ايه ده؟ للدرجات دي؟ للدرجات دي. تعال اقول لك بقى على تفاصيل الخلافات دي اللي وصلت لسنين كتير جدا. تعال اقول لك. كتير في الوسط الفني عارف العلاقة القوية اللي كانت بين الكاتب وحيد حامد والفنان عادل إمام، وان هما شاركوا بالعمل مع بعض وقدموا عدد كبير جدا من الاعمال السينمائيه اللي شكلت ملامح من تاريخ مصر المعاصر، زي النوم في العسل وزي الارهاب والكباب وزي المنسي وغيره. ولكن في بعض الخلافات اللي وصلت لحد القطيعه، اسبابها كتير جدا ولكن هنختصرها في اربع اسباب. ايه السبب الاول؟ السبب الاول ايام تصوير فيلم النوم في العسل، الفنان عادل إمام بدأ يتدخل في بعض التفاصيل الخاصة بالمشاهد، يعني كان بيبدي رأيه أو كان بيقول أنا عايز أغير أو إلى آخره. ودايما الحاجات ديت بتكون عند الكاتب أو عند أي مؤلف مشكلة كبيرة، لكن عند وحيد حامد بالتحديد دي جريمة يعاقب عليها القانون، لأن هو دايما ما كانش بيحب أن أي حد يتدخل في أي حاجة أو أي جملة هو كتبها. بالمناسبة أنا مش في صف الأستاذ وحيد حامد، لأن المؤلف هو بيكتب من وجهة نظر الأحادية، ومن الممكن أن يتدخل المخرج أو المؤلف بالمشورة، وفي الأول وفي الآخر بينتهوا يعني نتيجة معينة. ولكن كان وحيد حامد بدأ أن هو يعني زمزق من الأستاذ عادل إمام، وبدأ أن هو يزعل منه وقال له الكلام ده. طيب إيه السبب التاني؟ السبب التاني كان أكبر بكتير جدا وجه بعد فترة قليلة، فتعال أقول لك عليه. تعال أقول لك. السبب الثاني هو حد السرقة اللي احنا كنا اتكلمنا عنه في الأول. ايه ده؟ اتهامات بالسرقة؟ لكن الموضوع كان مختلف شوية. الفنان عادل إمام واجه اتهام رهيب جدا من الكاتب وحيد حامد، وهو ان الأستاذ وحيد حامد قال ان في مشهد من فيلم الإرهاب والكباب اتاخد بشكل كامل في فيلم تاني للفنان عادل إمام بعد الإرهاب والكباب. يعني في فيلم الأستاذ عادل إمام عمله بعد الإرهاب والكباب، في مشهد كامل اتاخد من فيلم الإرهاب والكباب وتنفذ في الفيلم التاني. الاتهام بصراحة ما كانش لموجه للأستاذ عادل إمام، ولكن الاتهام كله ان مؤلف احد الافلام اللي عملها الزعيم عادل إمام بعد الإرهاب والكباب خد مشهد كامل وعمله ونفذه في فيلمه الآخر. وكان الأستاذ وحيد حامد بيعتب على الأستاذ عادل إمام انك انت ازاي تسمح بده، لان الفيلمين بتوعك، فانت ازاي تسمح لمؤلف ان هو ياخد او ينقش مشهد كامل ويعمله في حاجة تانية او في فيلم تاني ليك انت. طيب بعد كده حصل خلاف اكبر بكتير، وده اللي وصل لحد القطيعة. ايه بقى الخلاف ده؟ تعال اقول لك عليه. تعال اقول لك. الزعيم عادل امام رفض فيلم للاستاذ وحيد حامد. اوبا، الاستاذ وحيد حامد ترفض له فيلم. الحكاية ان الاستاذ وحيد حامد عرض فيلم على الاستاذ عادل امام، وبالمناسبة هو كان عارض فيلم عليه رغم ان كان فيه خلافات زي ما انا قلت بينهم، ولكن الاستاذ وحيد لما شاف ان الاستاذ عادل بيعمل افلام هي بتخفقه او بتسبب ليه اخفاقات، زي مثلا زهايمر وبوبس وغيره، فقدم له فيلم وقال له عادل انا عندي فيلم ينقذك من هذه الاخفاقات. يعني الرد بقى كان صادم. لا يا وحيد، بعد طبعا ما قرى يعني الاستاذ عادل امام الفيلم مش حلو، مش هو ده يا وحيد. اوبا، هو انا بيتقال الكلام ده؟ يا نهار اسوح. ودي نفس الجمله اللي كتبها الاستاذ وحيد حامد وقالها الاستاذ عادل امام في فيلم النوم في العسل. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل واللي زعل الاستاذ وحيد مش رفض عادل امام بس لفكره السيناريو والفيلم، انه كمان الاستاذ عادل ما طلبش من الاستاذ وحيد اي تعديل في الفيلم او حتى سيناريو اخر، وده اللي خلى الاستاذ وحيد يزعل جدا. ده انا جاي لك علشان اساعدك، او احاول انا اساعدك من وجهه نظر يعني، واقدم لك حاجه ترجع بيها تاني لجمهورك في السينما وتحقق الإيرادات اللي انت كنت بتحققها والنجاحات الكبيرة قوي، فانت ترفض وكمان ما تطلبش؟ يا نهار ابيض، ده انت كده مش عايز اشتغل ولا عايز نشتغل معاك خالص. وبالمناسبة بعد هذه الجملة الأستاذ وحيد حامد قال جملة شهيرة جدا، وهي انا وعادل إمام عمرنا ما نشتغل مع بعض تاني. بس كان في بقى سبب آخر خلى القطيعة او اكدها بشكل كبير جدا. ايه السبب ده؟ تعال اقول لك عليه. تعال أقول لك.
السبب اللي أكد القطيعة بين الأستاذ وحيد حامد والفنان الكبير عادل إمام إن الأستاذ وحيد حامد اتصل بالأستاذ عادل إمام مرة واثنين وثلاثة والزعيم ما ردش عليه لأسباب، ممكن بقى هو كان زعلان، ممكن بقى كان مشغول، ممكن كان تعبان، ولكن النتيجة إن الأستاذ عادل ما ردش على الأستاذ وحيد حامد وكمان ما رجعش اتصل بيه، وده اللي خلى الأستاذ وحيد يزعل جدا وقال جملة، قال إزاي هو ما يردش عليا، هو اتغر لهذه الدرجة، الغرور وصل بيه إن هو يتغير على أصحابه وأعز الناس ليه. لا ده عادل إمام كان بيجي يقعد قدامي على الترابيزة دي أو على المكتب ده بالساعات علشان اخلص له شغله، فالموضوع وصل لهذه الدرجة، ومن هنا الاستاذ عادل امام والاستاذ وحيد حامد ما تكلموش ولا تواصلوا على حد علمي حتى وفاة الاستاذ وحيد حامد. رحم الله الاستاذ وحيد حامد صاحب الكلمة وصاحب الابداع المختلف، والسلام عليكم.